الشعبيين دل أصلا لا يؤمنوا بالقرآن، والله الذي لا إله غيره، ولا يؤمنوا بالسنة، ولا بيؤمنوا بالرسول ذاته. لكن طلعوا لنا الجماعة بعد ذلك قالوا علامات الساعة وبتجيه ما تعرف، وتطلع الدابة. الدابة يا أخي، دابة الناس كلهم الله يبعثهم من الغياب وقوموا يذبوا، لا تطلع دابة عندها يومين وعندها إيه، ويطلع المسيح الدجال وين، ويطلعوا ما يجوج وما جوج، يجون من وين. كل الأحاديث دي أي حد بينقد الحديث الآن كل اللي هو كلام فقط. الترابي قال في ندوة الميدان الغربي جامعة الخرطوم، قال ما في حاجة اسمها يأجوج ومأجوج، قال ده كلام ناس ساكت ولا دابة. ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وربنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه. ده قرآن، ده ما في السنة. إذن الناس ذيل بينكروا القرآن الشعبيين، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وبينكروا السنة، وبيعترضوا على الله، وبيعترضوا على الرسول، وما دارين دين إسلام أبداً.